السلام عليكم شباب. طبعا انا كنت يوم قاعد باللوبي ما عندي احد معاهم، وجيت اشوف الهاشتاجات المثك فاشن، كانت ناقصتني بدلة واحدة زي ما تشوفوا 49 من 50، مش عارف من وين اجيبها. فتحت صناديق خسرت، ما قدرت اجيب بدلة مثك، خلاص ضبحت من اللعبة دي. فقررت ادخل جيم لوحدي والعب لوحدي وخلاص، ويأست من ماثيك فاشن. فدخلت جيم قلت بلعب سولو لوحدي، نزلت زي ما تشوفوا، نزلت قدام، وكنت مستعد اني ان شاء الله كنت اشتقي بالجيم وكذا. فاول ما نزلت اجيت قعدت الوت اخذ سلاح وكذا، دخلت لهم الغرفة جلست، قلت الآن يا حسن أنت تلعب سولو ما ينفع، أنا من النوع اللي ما ألعب سولو، قلت أفجر حالي وأطلع أشوف حد ألعب معه. فجرت حالي طلعت، هنا كانت الصدمة لما تكون أنت ضبطان يجيك يعني حيث لا يحتسب. فأجيت وشفت قابولي مثك فاشن، وقابولي حق الإنجاز مصير المميز. خرجت مصدوم انا، كيف يعني انا لقيت 2 هاشتاجات بنفس الدقيقة؟ لا مستحيل، هذا هاشتاج مثك فاشن وعندي هاشتاج ثاني. حولت اللغة الى عربية وقلت اشوف وتأكد، هذا اسلوب خرافي باللغة العربية وهذا المصير المميز. وهنا كانت الصدمة الصراحة. شكرا لشركة ببجي، وشكرا لكل شخص ساعدني عشان الانجازات وكذا، وشكرا لاصدقائي والتيم اللي معي، اشكركم جدا. وهذه زي ما تشوفوا قلت اعرض لكم احصائياتي هذا السيزون، جبنا المتفوق المسيطر كيدي كان 4.5، وكنت في الشرق الاوسط جاب ورقة رابحة كيدي 7. شكرا لكم للجميع، سلام.